ورجعنا من الفاصل وبنكمل تسوية البانكيك بتاعنا، وكمان غلفنا جزء وهوريك دلوقتي بنخلف جزء الباقي ازاي. بس هنرحب الاول بدكتورة دعاء نوير معايا النهارده، مشرفاني ومنوراني. بتقولي الحمد لله انت عامله حاجات بسيطه النهارده ومش هتدي معانا سرعات حراريه كتير، هل ده حقيقي ولا هي بتجاملني؟ هتقول لنا دلوقتي، يمكن بتقولي كده من ورا الكاميرا، فتعالوا نشوف. اهلا بيك يا دكتور منورانا. تسلم ايدك يا شيف، ايه الجمال ده كله، الشوكليت يعني حبيب الملايين. وطبعا انت دايما تجيب الوصفات اللي كل الناس بتتمناها، خاصه داخلين على موسم المدارس وعايزين نستمتع مع اولادنا، نحط لهم حاجه في اللانش بوكس تدي لهم سعرات، يعني تدي لهم طاقه. انا عايزه اوريكي دلوقتي احنا بنغلف ازاي البانكيك ده. الله، هي دي بقى الكارثه اللي انت تنساب. بصوا بقى احنا بناخد يعني اللي احنا قفلناهم على بعض كده بالنوتيلا، بنحطها على الشوكه بتاعتنا وبناخد بالمعلقه ونبدا كده نعمل كده، وبعدين ننزل نغطس كده القطعه، هي بتغطس في قلبي صدقيني. اخ بجد. وبعد كده قلبي لا يحتمل. بصوا شايفين المنظر، حاجه كده دكتور توجع القلب جدا. وبعد كده بنحطها على شبكه، ليه الشبكه؟ عشان تصفي الزيادات اللي فيها. جميل. وخلاص على كده بتبقى متماسكه ونقدر نمسكها نحطها لاولادنا في اللانش بوكس، ناخدها معانا النادي، نعملها حاجه كده لو عندنا مناسبه تبقى حلوه جدا. طبعا لا هي جميله جدا، وفي اي وقت هتكون مناسبه، حتى جوع اخر الليل ممكن ناخد قطعه او شيء هيدينا احساس كده بالسعاده، عشان نبوظ الدنيا اللي بالليل قبل ما ننام. بالظبط كده. أيوه. ونبوظ الدنيا وندخل ومعنا الدكتور تظبط الدنيا. عشان كده احنا النهارده جايين نصلح اللي افسدته بصراحه الشيف عزه. ايوه افسدته، ما بقولش عرفتوا. مش انا قلت لكم اول ما دخلت كده قلت لكم هي بتجاملني، انا حسيت الوصفات تجنن وشكلها مغري بدرجه غير عاديه. اكيد مش هيكون قدامي قطعه البانكيك اللي متغرقه بالشوكليت دي وهمنع نفسي، مش هقدر. طب انا هحرم نفسي، هعيش محرومه طول الوقت من غير ما اكل الاكلات اللي نفسي فيها، وكمان احرم اولادي. عايزه اقول لك النهارده المدرسه دي انتهت وللابد، يعني هناكل شوكليت وبان كيك وكل اللي نفسنا فيه، وهندوق ولادنا وهنسعدهم، بس في الوقت نفسه هنحافظ على صحتنا وهنخسر كتير من وزننا اللي زاد. ده ممكن لان جايه لك النهارده بايه؟ بالهرم الرابع. لاول مره هتسمعي مني يا شيف عزه الكلام ده، النهارده لاول مره باكج خاص جدا، عشان خلاص داخلين المدارس ولادنا وتحصيلهم الدراسي اللي بيقل نتيجه للسمنه. دي حقيقة. امهاتنا اللي دايما تقول لك انا ناسيه كل حاجه، انا بنسى، حتى احنا الشابات الصغيرين بقوا بينسوا، نتيجه لايه؟ نتيجه للدهون اللي ماشيه لي في مجرى الدم ومأثره لي على المخ. كل ده النهارده بينتهي فورا بمجرد اتصال بسيط او رساله على الواتساب بايه؟ بالهرم الرابع. طب يا دكتور عشان خاطر هم دايما بيقولوا لي انت ليه مش بتقولي على الصفحه في اول الفقره عشان خاطر نلحق ناخد العروض الحلوه دي، لان بعد كده بنلاقي ضغط تليفونات جامد جدا، وكمان ما بنبقاش ملاحقين وبنلاقي العروض الحلوه اللي دكتوره دعاء بتقدمها لنا بتروح. فمعانا الصفحة على الشاشة حالا، وكمان معانا الأرقام التواصل تحت الصفحة، ومعانا خدمة الواتساب، ومعانا الشحن مجانا والخدمة الطبية مجانا. يعني مفيش أحلى من كده ما شاء الله. كل العروض مع دكتورة دعاء بتبقى جاية عارفين على طبق من فضة طبق من ذهب. بالظبط، ده النهارده طبق من الالماز. الله. لان الكورس بتاع النهارده الماز. طب ليه الماز؟ انا بخس 20 كيلو في الشهر الواحد. طب الناس اللي عايزه تخس اقل لها الكورس بالتركيز الخاص بيها. كورس النهارده تركيز باور عالي جدا جدا. طب ليه؟ لاني بدي الكبسوله الهرميه، عشان كده الكورس اسمه الهرم الرابع، لانه ما يقلش في عظمته عن اهراماتنا الخطيره. احنا بنتكلم على الفرعون النهارده. بالظبط، النهارده احنا مكسرين الدنيا. ايوه. طب ليه الكبسوله بتنفش في معدتي؟ تديني احساس بالشبع 24 ساعه، غير كده بتنحت لي القوام، غير كده بتكسر لي الدهون بتاعت السمنه الموضوعيه. كل ده في كبسوله واحده لمده 30 يوم باخدها، بتنحت لي جسمي من 15 ل 20 كيلو نزول في الوزن، مع رسم الجسم الشيب اللي احنا بنتمناه بيترسم النهارده، البطن المتهدله بتتشد النهارده. طب الناس اللي عندها سكر امن جدا، طب ضغط امن جدا وبيحسن من مستوى السكر في الدم وكمان ضغط الدم. بس انا مش جايه ادي الكبسوله بس النهارده، ده انا جايه النهارده بنقط التركيز 5 اضعاف نقط الحرق اللي بتطلبوها بالاسم. وقد ايه بتخلي لي جسمي مكنه حرق 24 ساعه، يعني بحرق كل اللي داخل وبكسر كمان القديم اللي عندي، والاعشاب بقى اللي بتنقي الدم وديتوكس طبيعي وتظبط لي ضغط دمي وسكري، كل ده النهارده معايا مثلث الحرق. بس الهدايا النهارده بقى اللي الشيف هتتفاجئ دلوقتي بيها. انا عايزه اتفاجئ. ولا حجره، فاجئيني يعني. يلا. لا لا لا، الموضوع عدى جدا فعلا، هو هرم رابع. طب ليه هرم رابع؟
دايما بتسالونا فين حقن الحرق. احنا عايزين حقن الحرق اللي بنسمع عليها في مراكز التجميل وبيدونا الحقنه برقم وقدره، واحيانا ما بتكونش فعاله. انا النهارده اما اجي اديكي حقن حرق فعاله جدا جدا بتركيز قوي سوبر اكسترا افكت النهارده معايا، ومش بديكي لا واحده ولا اتنين ولا ثلاثه ولا اربعه، هنعد لحد كام؟ هنعد لحد 10 النهارده. هنحد لحد 10 حقن حرق. طب ال 10 دول باخدهم ازاي؟ باخدهم في 2 فايل، في امبولين. الامبول فيه 10 سنتي، بسحب بالسرنجه بتاعتي 2 سنتي كل اسبوع واخدهم. باور غير عادي، حراره في جسمك، بتحس ان جسمك سخن نتيجه ان الحرق اشتغل بصوره قويه جدا. من 3 ل 5 سنتي من محيط خصرك بيقل فورا، من 3 ل 5 كيلو نزول، كل ده بحقن الحرق، لان الحقن الواحد واحدة بمقام خمسة. فما يبقى معاكي 10 في 5 ب 50 حقنة حرق النهارده. التركيز يعني ال 10 اللي معايا دول بتركيز 50. لأول مرة بننزل بالاتنين فاير المجمعين دول، لأن بصراحة قلنا لا نلحق نفسنا. الشتاء داخل، هتخشي على أهم حاجة الشتاء داخل يا دكتور، وإحنا داخلين على الأكل التقيل بقى حقيقي، المحاشي بقى الله، وبتدف في الشتاء. فكل ما نبقى الجو ساقع يقول لك ايه، روحوا هاتوا محشي واعملوه. ده احنا زمان بقى واحنا قاعدين كده يقول لك هاتوا محشي واعملوه عشان خاطر المحشي بيدفي. كوبايه السحلب المتينه، كوبايه السحلب بالليل، في الصواني والطواجن والكلام ده كله بتحلى جدا في الشتاء. فطبعا كل ده بيعمل ايه؟ عامل مهم جدا ان احنا نتخن ونتضاعف احجامنا. طب يبقى عندنا وقايه ازاي ان احنا نتفادى الحاجات دي؟ هناكل كل اللي احنا عايزينه بس في نفس الوقت بكميات قليله مع دكتوره دعاء. هنقدر ناخد الكورس بمنتهى السهوله، عليه خصومات، عليه هدايا حلوه جدا، هيقضينا وقت كبير ان احنا ننزل الوزن اللي احنا عايزينه. فالحاجات دي كلها مهمه طبعا يا دكتور ان احنا نركز فيها. أكيد. ما نجيش بعد ما ناكل حلتين محشي ونضرب لنا كام طاجن مكرونه على مش عارف عكاوي على ايه على ايه، وبعد كده اقول ايه ده انا اتخنت ومش عارف اعمل ايه. عندك الفرصه اهو مع دكتوره دعاء ان احنا ناخد العرض النهارده بمنتهى السهوله، وكل الحاجات المتاحة قدامك سهلة وبسيطة ان انت تاخدي الكورس ده وما تتعبيش. بالزبط. يعني شحن مجانا، متابعة مجانا، معانا خصم كبير، معانا هدايا حلوه جدا هتكفيكي وتقدري تتقاسمي مع في الكورس ده مع حد. عايزه اقول بس لازم يقول يعني حالته. بالظبط، لازم هيقول حالته للفريق الطبي ويتابع مع الفريق الطبي ولكل حاله ميديكال فايل، يعني لكل حاله الفايل الخاص فيها، يعني فيها ايه؟ في طول، وزن، حالتي الصحيه، نشاط اليومي، بتحرك، لا انا بيتوتيه وقاعده في البيت، لا انا كل مشاكلي في الجزء السفلي، لا الجزء العلوي، كل ده، كل حاجه لها تكتيك ولها كورس خاص بيها عشان اوصل معاكي لنتيجه أكيدة وآمنة في وقت قياسي. طب ليه بأكد على النتيجة إنها فعالة وآمنة؟ فعالة لأن كل المواد بتاعتي طبيعية قوية جدا مجربة، وأكيد هنشوف حالات ونماذج دلوقتي. وبتكلم في الأمان. طب ليه الأمان؟ فين الأمان؟ ترخيص وزارة الصحة المصرية هو اللي بيديك الأمان إن كل حاجة بتاخديها داخلة جسمك لازم تتأكدي إنها مرخصة وزارة صحة مصرية، وأنا في الأمان التام. طب الفعالية يا جماعة، الفعالية بفضل ربنا إحنا رقم واحد في مدرسة التخسيس في الشرق الاوسط. كل نتائجنا سواء على المستوى المحلي في مصر او خارج حدود مصر كمان، كل الوطن العربي دلوقتي عارف يعني ايه مدرسه تخسيس جديده، يعني ايه بخس من غير ما اتحرم من اني اكل كل اللي نفسي فيه، لكن باكل كميات بسيطه. مش انا اللي بحرم نفسي، لكن الكبسوله بتحجم معدتي. احساس الشبع بيكون متوفر طول الوقت، الحرق شغال طول الوقت كان جسمك في مكنه حرق. الكلام ده مش جاي من فراغ، ده جاي من تجارب كتيره جدا جربنا على نفسنا وتحدينا نفسنا كأخصائيين تغذية ان احنا نوصل طبعا الكمال لله وحده، بس وصلنا لمرحلة قرب الكمال في الليفل بتاعنا ان احنا نوصل ازاي نديكي كبسولة واحدة تحسسك بحالة من الشبع 24 ساعة من الالياف اللي بتنفش في جسمك، وطبعا بصورة طبيعية وامنة. دي اهم حاجه ان هي طبيعيه وامنه، ما فيش اي اضرار، ما بيشتغلش على المخ، لا احنا بنشتغل على المعده. احنا بنعمل عمليه تكميم طبيعيه للمعده، يعني بحاجه الكبسوله الصبح مع كوبايتين ميه بتنفش في المعده، بتاخد حيز كبير من المعده فيبقى فاضل لك حيز صغير جدا، تاكلي اللي نفسك فيه بدون حرمان. ودي اهم حاجه. عايزين نشوف لو معانا حالات قبل وبعد كده تجهزوها لنا عشان الدكتور تورينا العظمه اللي هي عاملاها والنتائج الحلوه اللي كلنا بنتمنى ان احنا نوصل لها. طبعا الهرم، ادي نتيجه كورس الهرم الرابع معايا النهارده. زي ما احنا شايفين كل الجسم فيه حاله
يعني من السمنه الكليه اللي مأثره على جسمه، اللي مجابت له سكر وتحول من سكر من النوع الثاني لسكر من النوع الاول، وبدأ في صراع ما بين انه يحارب مرض السكر ولا يحارب مرض السمنه. معانا وبفضل ربنا خلال 6 شهور تحول من الشخص اللي قدامي ده للشخص الثاني. طب ده نزلنا قد ايه؟ احنا داخلين في يجي 60 كيلو نزول من وزنه. طب احنا شايفين هل البطن بعد ما نزلت تهدلت ولا اتشدت؟ طبعا البطن مشدوده، العضلات مفتوحه، الجسم كله اتنحت كجسم رجل، شيب رجل قوي جدا، بغض النظر عن الشكل القديم اللي اكيد ما عادش بيفكر يتفرج على صوره القديمه، لانه تحول صحيا، تحول جسمانيا، تحول الحركه اتغيرت، الشكل كمان، واكيد بيهمنا كاناث او رجال ان شكلنا يبقى لائق، نعرف نلبس اللي احنا عايزينه. ده اللي النهارده بيحققه كورس الهرم الرابع. بس قبل ما اخش في تفاصيله وارجع اقول لك على قد ايه انه هدايا قويه وقد ايه خصوماته كبيرة جدا، عايزة اقولك الحقي، لان كل ما الكورس بيكون قوي كل ما العدد بتاعه بيكون قليل. النهاردة بقولك اكيد الفعالية فوق السحاب، انت معاكي فعالية لاول مرة بتنزل، 2 فايل لاول مرة بينزلوا بتركيز قوي كأني معايا 50 حقنة حرق. كل ده النهاردة معاكي وتحت ايدك بمجرد اتصال تليفوني او تقولي على الواتساب الهرم الرابع. بس نلحق يا دكتور كده، عشان احنا الكورس بتاع الدكتور بيخلص بسرعة جدا وكميات ما بتلحقش تقعد. طبعا عشان ما حدش يقول انا ما لحقتش العرض هيخلصوا. لان العرض قوي زي ما قلت، الباكج النهاردة لأول مرة بنفس القوة دي، لأول مرة بالتركيز والفعالية، والباكج اللي منوع بالصورة دي، مثلث حرق غير عادي، كبسولة هرمية نووية بتنزل تفرتك الدهون وتنفش في معدتي وتنحت لي الخصر والوسط بتاعي، نقط حرق كأني رحت جيم 2 ساعة وقاعدة ألعب واتنطط وأنا قاعدة على الكنبة ما بعملش حاجة. أعشاب بتنقي دم. معانا صورة تانية يا دكتور. يلا بينا. طبعا العنصر الانثوي والجمال والشيب اللي كنت بكلم حضرتك فيه يا شيف، طبعا زي ما احنا شايفين الوسط اللي اتنحت، الخصر، كل ده. طب فين البطن؟ البطن بقت فلات. ما شاء الله الشيب بتاعها اختلف تماما. تمام، هي كانت ولدت وبعد الولاده ايه اللي حصل؟ البطن اترهلت وقالت انا والده سيزيريان اكتر من مره، وبالتالي ايه اللي حصل؟ شكل بطني سيء جدا. النهارده عملنا ايه؟ نحتنا الخصر، شدينا البطن بعد ما نزلت تماما ورجعت بطنها لزقت في ظهرها زي ما بنقول كده بالبلدي. العضلات بتاعه الدراعات بدات تاخد الشكل الانثوي الجميل، الجسم بقى هو قوي. الجسم اتفصل بشكل مختلف. اترسمت. تماما اترسمت. وده اللي احنا دايما بناكده، يعني عفوا لو في سمنه موضعيه دايما في ستات تيجي تقول لي ايه؟ انا جسمي حلو قوي بس عندي اكتاف بتكبرني في السن، انا عندي بطن مضايقاني وارداف واجناب لكن كل جسمي 10 على 10. ليك الكورس الخاص بيكي بتاع السمنه الموضعيه اللي هينحت لك الخصر بتاعك ويرسم الشيب بتاعك. طب ده بطريقه امنه؟ بطريقه امنه جدا جدا. بنلعب على ايه؟ ملناش دعوه لا بالمخ ولا بالاعصاب ولا باي حاجه خالص غير كميات اكل بالظبط، لانه كله طبيعي. اي سايد افكت مش عندي اطلاقا، يعني ما نجريش ورا صفح وهميه على النت، تعالي من خلال منصه محترمه، تاكدي ان الختم معاكي على الكبسولات بتاعتك، تاكدي ان الترخيص بتاع وزاره الصحه موجود، وكل ده ما بيتوفرش غير من خلالنا احنا بس، كمدرسه تخسيس قويه جدا فعاله مرخصه من وزاره الصحه المصريه. ده اللي انا دايما باكد عليه يا شيف، الامان. نمره 1 ان انا ابقى مطمنه انا مدخله معدتي ايه. نمره 2 الفعاليه، ودي الحمد لله وبفضل ربنا احنا رقم 1 فيها. طب كل ده بس؟ لا، ده كل ده بخصومات جميله جدا النهارده على قد الايد. اهم حاجه بقى يا دكتور، عشان بيجي دايما يقولوا لي احنا عايزين حاجه على قد الايد. الله ينور. عايزين حاجه بسيطه نعرف نجيبها، لان احنا كستات بنجيب لاولادنا ونجيب لجوزنا ونجيب لاصحابنا ونجيب ونيجي عند نفسنا ونقف ونبخل على نفسنا. لا، النهارده الدكتور هتوفر لنا عرض حلو قوي، والمزايا اللي في الكورس حلوه جدا. انا يعني لتاني يوم النهارده الاقيهم يدوني كده عروض حلوه قوي، حاجات ما كانتش موجوده يا دكتور قبل كده. انتوا نزلتوا بحاجه اعلى قويه جدا في الجوده وفي كل حاجه. الموسم خلاص احنا داخل علينا شتاء، عايزين نلحق نفسنا ننشط جسمنا شويه، ننشط الميتابوليزم بتاع الجسم. قدامنا فرصه جباره جدا وهي النهارده، ويمكن تكون فرصه اخيره بالعرض اللي انا بتكلم فيه، بالخصم اللي انا بتكلم فيه. الخصم النهارده فوق كل الحدود. طب ليه؟ عارفه ان في طلبات مدارس ولبس مدارس وحاجات كتيره قوي بتشتريها وبتقولي خليني للاخر اعدي المرحله. فانت مراعيه الحته دي. النهاردة
مراعينها جدا. مش هينزل بالسعر ده تاني، مش هينزل بالهدايا دي تاني. النهارده الموضوع فعلا مختلف وجبار جدا، بس نلحق عرضه لان عرضه لمده ساعتين فقط. مش هقدر اوفر الخصم الكبير ده والهدايا الفظيعه دي اكتر من ساعتين، لان مش هلاحق ادي الكول للناس اللي بتتصل. فنلحق نكتب كلمه السر على الواتساب الهرم الرابع، او نتصل فورا وننجز وقتنا ونلحق فرصتنا من 15 ل 20 كيلو نزول في شهر واحد، امن على اطفالنا من اول سن البلوغ لحد 70 30 سنه. او يا دكتور نقول حالتنا على طول، انا عايز احجز الكورس بالظبط، ابعت مسج بكده، ابعت فويس. لو انت ست كبيره وما عندكيش الامكانيه انك تكتبي او مش عارفه تكتبي، ابعت فويس يا ابني يا دكتور يا استاذه انا عايزه الكورس بتاع النهارده اللي مع الدكتور دعاء والشيف عزه. هتلاقي نفسك خلاص حجزت الكورس من خلال الارقام الموجوده معانا على الشاشه. الصفحه هتظهر معانا دلوقتي على الشاشه تاني، ملناش اي ارقام تانيه غير الارقام الموجوده دي. ما تتصلوش باي ارقام تانيه، لو لقيتوا اي صفح تانيه على الفيسبوك على اي موقع احنا ما نعرفش غير الارقام دي، والصفحه دي هي الموثقه معانا اللي تبع الشركه بتاعتنا اللي احنا من خلالها بنديكي الكورس الاصلي لينا. بالظبط، الكورس الامن الاصلي المرخص مش هتلاقيه غير من خلال الارقام اللي قدامك. دايما بنتكلم احنا مسؤولين عنك مسؤوليه كامله. يعني ايه مسؤوليه كامله؟ بنتابعك خطوه بخطوه بفريق طبي قوي جدا، مش سيلز بتبيع لك المنتج، لا ده طبيب ودكتوره بتتابع معاكي لحد ما توصلي لبر الامان، للسن بتاعك، سنك يحتاج وزن تكوني قد ايه، ده اللي احنا بنتابعه مع سنك وطولك ووزنك وحالتك الصحيه والمرضيه. يعني الموضوع مش ماشي كده وخلاص والكورس اللي ينفعني ينفع غيري، مفيش كلام من ده. لكل حاله الكورس المرخص المناسب ليها اللي هيجيب معاها فعاليه اكيده، وده اللي احنا بناكده النهارده. الحقي وقتك دلوقتي لان بفضل الله بكل ثقه النتائج قويه جدا جدا، الفعاليه اكيده، الامان ده بقى في حته ثانيه، مش انا بس اللي بقوله، لا دي وزاره الصحه المصريه اللي بتاكد لك ان الامان في ايدك دلوقتي والفعاليه والجوده معاكي مع كورسنا الهرم الرابع. يا شوف انا بشكرك جدا يا دكتور، عامله عظمه كالعاده. سلامين. بس كمان اليومين دول احنا مركزين عشان خاطر المدارس ودخول الشتاء، فاحنا كلنا نستعد. فنستعد ازاي؟ اهم حاجه نحافظ على صحتنا عشان نقدر نقف لاولادنا. لازم كمان نبقى منتبهين لنفسنا، لازم نبقى مركزين مع نفسنا شويه. ما يبقاش ان احنا بنعمل دايت مش صح فنلاقي كل حاجه باظت مننا وصحتنا مش قادرين نقف، مش قادرين نخدم ولادنا. فنتجه للاماكن المظبوطه الصح الموثقه اللي هتديكي الحاجه المضمونه. بشكرك جدا يا دكتور مره ثانيه، شرفتيني ونورتيني النهارده. عملنا مع بعض الحلو اللذيذ البسيط ده. يا رب تكونوا استمتعتوا معانا بالحلقه. اشوفكم في حلقه جديده، والسلام عليكم.